الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. جميع وشكرا سيدة يسرى على تحمل هذا السفر. بالشكل التحفة الفنية من إخراج سمكم مليون سيدي بكورسات ماشي غير هذا الشيء. إنسان مبدع عنده لمسات وكنت من المحظوظين أنني استفدت من إحدى التكوينات ديالو في فاس تقنيات الإخراج السينمائي. الجميل في الفيلم هو أنه حيدنا نمطية ديال كنت مشحنة بالحيوة لأنني كنت تحدث مع راجل كان صغير وضل يقول لي أكس ما يخش حتى شي إحساس ما يهمش. إذا خاصنا ندير واحد الكاسات اليومية كنت كنشتغل بشي سيارة كان شي حاجة حتى عند التليفون وكان أنا ساعة الدبشة وكذا يقول لي كان شي في بس كان يخدم فيه كنرجع لأن كنت أيضا متابعة لهذا المسؤولية اللي أنا خدمت وصحيح أنا راح إشارة بالوقت اللي شفتو في الفيلم كلها من غير الكنيسة كلها مبنية كلها مبنية شي حاجه
اللي راه نديرها، واللي كنحس بانني مسلحه بالوعي ديال شنو بغيت، وكيما راه الحجم حتى ديال الطموح ديالي شنو خاصو من ثقافه من معرفه من انفتاح من التواصل على الاخر، صافي كنحس بان الارض اللي راني واقفه عليها هي ارض ثابته وخاصه وسالكه ناضجه على الاختيارات ديالي. انا فعلا من منطقه محافظه، ما عرفتش هذا المصطلح ديال المحافظه واش نقدروا نقولوا من بعد، ولكن راه هي حقيقه. يعني كان الاب ديالي كما كيعرف الجميع لان هادشي خدمت عليه قبل، كان رافض الدخول ديالي المجال ديال التمثيل لان كيعتبروا ماشي لي هو، يعني هذا يعني يعتبر سقوط واحد الفكر كنتمنى للمجتمع اللي كنت فيه كامل، بان مجال ديال الاعلام ولا ديال السينما المراه اللي كندخلوا هذا المصطلح خارج على الطريق. اذا كان خاصني انا ندافع على الاختيار ديالي، لانني انا امراه تولدت بنفس حره وحاره بزاف، فملي كنعرف راسي شنو بغيت كنراهن باش الاختيارات ديالي كنرسخو ديك الارض اللي بغيتها باش يطرحو داك الثمار اللي بغيتها، ونغير يعني هي انا كنديرها باش نحقق يعني الراحه النفسي، ونكون عندي واحد التقدير نفسي انا بالدرجه الاولى، ماشي زعما كندير هادشي باش نتبع الاخرين بانني بانهم راهم غلطين، ولكن كنثبت براسي بانني على صواب، وانني ممكن غلط ممكن نفشل، ولكن دائما كنحاس بالصواب. هو الصراحه تبارك الله الاعلام تياخذ من وقت بزاف، ماشي غير يعني دابا حتى المجال ديال الكتابه اللي دخلت به بروايه مؤخرا صدرت في مصر، هاد جوج مجالات كيبغيو الوقت، والسينما ايضا كتبغي الوقت، فلذلك انا كما قلت لك الاختيارات ديالي هي اختيارات دقيقه، الوقت ما يغلبنيش وما نغلبش عليه، نحاول انني نلقى واحد المسافه اللي نربط فيها المجالات كاملين، وغادي تشوفوا لي كاريير في السينما، ما غاديش نقول شنو، ولكن قريبا تشوفوا لي في السينما. شنو هو طموحك ديال ياسر طارق؟ طموحي بصدق اننا كمغاربة نعرفوا قيمة راسنا، وقيمة راسنا نعرفوها ايضا من خلال تعليم ومن خلال واحد الوعي المجتمعي كيعكس القيم الصحيحة والاصيلة ديال الاب. ياسر طارق كلمة مجموعة ديالك؟ كلمة جميع الناس اللي كيعرفوا ياسر طارق، كنتمنى انني نكون دائما النموذج ديال الفنانة اللي كتبغيو نشوفوها، النموذج ديال المرأة المغربية اللي تفتخروا بها. كيفاش جاك الجمهور ديال الفنانة؟ رائع. شكرا ياسر طارق على الحضور ديالك. الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.